نكريت ملف من الصفر. عشان نكريت ملف من الصفر من قائمة فايل وهنختار نيو، او هندوس كنترول ان. تمام، انا دايما باخد السكة سهلة، هختار كنترول ان، هيظهر لي الويندو او الديالوج بتاع نيو. طيب انا عايز اسمي الملف ده باسم تاني، هسميه نيو فايل. بدل ما تحط سبيس المفروض تحط اندرسكور، حط اندرسكور وبعد كده اكتب كلمة فايل. اوكي، الجزء اللي بعد الفايل نيم اللي هو البريست. البريست دي حاجات فوتوشوب حاططها مسيبها عنده علشان يسهل عليك الموضوع. البريست فيها شوية حاجات، أول واحدة فيهم اللي هي الكيبورد. تمام، وهو ممكن يعمل لك زي ما شفنا المرة اللي فاتت لما عملنا سيليكشن لجزء، هو خد الكيبورد عملها لنا هي حجم الكانفاس أو حجم الملف الجديد. طيب، أو ديفولت فوتوشوب سايز. تمام، قلبها لنا بالإنش، قلب وحدة القياس للإنش، الإنش اللي هو البوصة. تمام، وفي واحدة تانية للقياس موجودة جوه فوتوشوب يقدر يقلبها ما بين الانش والسنتيمتر والمليمتر والفوت حتى، وبيشتغل على وحدة تانية اهم اللي هي البيكسل، اللي هي وحدة المونيتور او المربع الصغير اللي بتشوفه لما بتكبر اي صورة لاكبر حجم ممكن. المربع الصغير ده بيكسل. تمام، هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة شوية بعدين. او ممكن يقول لك يوز بيبر. يوز بيبر يعني مكتبات، وبيديك ليتر. تمام، لو اخترنا مثلا ليجل، خلينا شايفين دلوقتي ليتر هو مغيرها لنا للانش. تمام، هنخليها ليجل 8.5×14 متر، 8.5×11. تمام، انا مش عايز بالانش، انا عايز بالسنتيمتر، احنا بنشتغل بالسنتيمتر. تقريبا ده ملف الاي 4، تقريبا ده ملف الاي 4 اللي هو 21 و 27. لو خدنا ليجل هيبقى، وخليه سنتيمتر، 21 في 35 سنتيمتر. اوكي، في بريزت ثانيه اللي هي فوتو. اوكي، الفوتو الميزه بتاعها اللي هو السايز اللي تحت بيديك فيه اوبشن تاني اللي هو انت عايزها لاندسكيب ولا بورتريت. لاندسكيب يعني عموديه على الشاشه، بورتريت اللي هي انا اسف، لاندسكيب اللي هي موازيه للشاشه، موازيه لاتجاه الشاشه، بورتريت اللي هي واقفه او عموديه على الشاشه زي صوره شخصيه مثلا، تبقى نوع بورتريت، او الصوره اللي جوه البطاقه بتاعتك تبقى بورتريت. اوكي، هنسيب الفوتو ونروح على حاجه ثانيه، مثلا الويب. الويب انت عايز حجم الصوره اللي انت بتصممها عشان تبقى ويب بيج. احنا ممكن نصمم ويب بيج الاول جوه فوتوشوب وبعد كده نقطعها سلايسز عن طريق سلايس تول اللي هي دي اللي الاختصار بتاعها كي النايف، وتبقى هي الويب بيج بتاعتنا ونربطها مع الاتش تي ام ال. تمام، انت عايز حجمها يبقى قد ايه؟ عايز يبقى حجمها 1024 في 768 ولا مثلا 800 في 600. اوكي، وهنا ابتدى يغير الدايمنشن لايه؟ للبيكسل. يعني انت لو ملاحظ انا كنت مع الليتر، كنت كان بيديني ايه؟ انش. لكن هنا بمجرد ما رحنا للويب بقت وحدة القياس هي البكسل. حكاية البكسل والانش والسنتيمتر دي حاجات انت هتعرفها مع مسألة الطباعة. بس دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجة. الانش اللي هي البوصة 2 سنتي ونص تقريبا او 2 سنتي و4 من 10 تقريبا،
ولو عندك مسطرة اللي هي فيها بالإنش وبالسنتيمتر تتأكد بالظبط من الحجم. عايز بس أقول لك على البيكسل. البيكسل هي وحدة قياس خاصة بالمونيتور أو خاصة بالكمبيوتر. لو عايز تعرف إيه البيكسل بالظبط، هات أي صورة وابتدي كبرها بالزوم تول لأكبر قدر ممكن، لما تلاقي مربعات صغيرة ظهرت هي دي البيكسلز، ودي اللي مرتبط بيها كلمة ريزولوشن. الريزولوشن مهم برضو علشان الطباعة وعلشان الصورة رايحة فين. احنا اتفقنا في المرة اللي فاتت انت بتسيب ملف، انت شغال في ملف فوتوشوب بي اس دي. طيب لما هتعرضه على الويب او هتقطعه عشان يشتغل على الويب، تعمل له سلايسنج عشان يشتغل على الويب، هل هتعرض بي اس دي؟ هل هتحط ملف حجمه مثلا 1 و37 مليم ميجا بايت؟ لا، انت هتعمل ملف صغير قوي والاكستنشن بتاعه غالبا جي بي جي، تمام، وهيبقى حجمه 2 كي 3 كي 4 كي وات ايفر اللي انت هتعمله، هيبقى التعامل بتاعك كله بالكيلو بايت. فهنا احنا محكومين بكلمه ريزولوشن. ريزولوشن عباره عن ايه؟ ريزولوشن عباره عن بيكسل على انش او بيكسل على سنتيمتر. يعني كام بيكسل اقدر احطهم لك جوه انش واحد، او كام بيكسل اقدر احطهم لك جوه سنتيمتر واحد. يعني كم مربع من الصغيرين قوي اللي بيظهروا دول اقدر احطه لك جوه مربع واحد. طيب كده الريزولوشن اتفقنا عليه، ولازم نتفق على حاجه تانية، ان كل يعني زي ما بيقولوا لكل مقام مقال. يعني لو انا هبعت الصوره دي عشان تطبع، الريزولوشن بتاعها لازم يبقى عالي جدا، على الاقل 300. اوكي، لو الصوره دي معموله علشان الويب ممكن اختار مثلا تبقى 72. حاجه تانيه كمان ممكن نتكلم عنها اللي هي الكولر مود. الكولر مود اللي هو ريد وجرين وبلو اللي هما الالوان الاساسيه، او بتناب او سي ام واي كي. وحاجه ثانيه ممكن نعرفها كمان اللي هي الباك جراوند. الباك جراوند ممكن تبقى وايت، او الكارنت باك جراوند اللي هي الباك جراوند اللي احنا عاملين لها سيليكشن دلوقتي. يعني انا لو اخترت الباك جراوند دلوقتي هيطلع لي باك جراوند خصوصي. اوكي، او ممكن اختارها تبقى ترانسبيرنت. انا اختار دلوقتي الباك جراوند كولر واقول له اوكي، وادي وثيقه جديده لونها رصاصي مش ابيض، الكانفاس فيها لونه رصاصي. دلوقتي اللي مطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ تعمل نفس اللي انا عملته، وكمان تضيف عليها البراش، تضيف عليها مثلا تعمل دائره زي دي كده. وتسيبها عن طريق كنترول واس. وتختار الاسم الجديد تقول له سيف. اوكي، اشوفك الدرس الجاي.